سہر شوکت بنت شوکت حسین کا نکاح 30,000 روپے مہر میں مزمل احمد والخلیل احمد سکروں اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب مزمل احمد والخلیل احمد میں نے 30,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح سہر شوکت بنت شوکت حسین سے کیا قبول کیا آپ نے جزاک اللہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے بس ہاتھ اٹھا کے دعا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ برکت دے آپ لوگوں کو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آپس کے اختلاف و انتشار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ اس نکاح کو آپ دونوں کے خاندان میں جوڑ کا ذریعہ بنائے ٹھیک ہے